بس انا هذكر موقف واحد فقط من المباراه. اعتقد ان حضرتك دارج بكره القدم كويس، تعرف كره القدم كويس، لما يكون موقف بس، لما يكون لاعب يمسك الكره بيده وفي اثنين من المنافس رايحين جوه مباشره من نص الملعب وهو اخر واحد في الملعب ويمسك الكره بايده بشكل متعمد، اعتقد حضرتك تعرف قواعد كره القدم كويس زي ان دي كارت احمر مباشر. اللي ضايقني ان كان في حكم وفي اربعه من الفار والخطوط ما ادوش الكارت الاحمر، فده اللي ضايقني، ده الموقف اللي ضايقني. بالنسبه لموضوع حضرتك بتقول ان احنا قدمنا اعتراض، لا احنا ما قدمناش اعتراض، وبالتالي بقيه السؤال كان لم يكن بالنسبه لي، لان احنا ما قدمناش اعتراض اصلا على الحكم المباراه. تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل، فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناة. لو ماتان سبور، نظرة جديدة للصحافة الرياضية.